وبعد أيها الإخوة الأكارم، اليوم نعيش مع جزء من آية في القرآن الكريم، يعني في آخر آية من سورة قبل الأخيرة في القرآن الكريم، لأن فيها بيانا ولأن فيها يعني توضيحا للشريعة الإسلامية في هذا الأمر الذي يكثر الحديث حوله في دنيا الناس. وقد ذكرت لكم غير مرة شيئا أو نتفا عن هذا الموضوع في لقاءات متعددة، لكن سأجعل الحديث حول هذا الموضوع في سلسلة علمية فيها شيء من التأصيل الشرعي والعلمي حتى نفهم بيان الشريعة في هذه المسألة. الآية هي قول الله عز وجل في آخر سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، بيت القصيد، ومن شر حاسد إذا حسد. مسألة الحسد ذكرت أكثر من مرة أن الحسد هو أول معصية في السماء وأول معصية في الأرض. أول معصية في السماء، قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أن كنت من العالين. هناك آيات كثيرة قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان حسد إبليس لآدم، مع أن إبليس وصل إلى مرتبة تضاهي الملائكة بعبادته وطاعته، لكنه أخرج من هذه المكانة المتفردة بسبب الحسد. هذا في السماء. وفي الأرض حسد الأخ أخاه بسبب أن الله عز وجل تقبل منه القربان، تقبل منه الطاعة، فكان يمكن أن يقدم قربانا مثل أخيه، لكن الحسد حمله على ذلك. اليوم هذه الأمور بتعرفوها وكذا، لكن اليوم سأتحدث بحول الله تعالى في تأصيل شرعي حول مراتب الحسد وأنواع الحسد ومن هو الحاسد وما هو المحسود، في تفصيل يحتاج إلى أكثر من درس. موضوع اليوم موضوع خطير وخطير، ليس بالهين، له منزلة عند الله وله مكانة يجب أن ينتبه إليها الناس. والكلام عن الحسد يقتضي، نحن لما نحكي بأي مسألة رياضية، باعتبارك أخي طارق يعني جماعة سين وصاد وعين، عندما نحكي بأي مسألة فيها أركان فيها أطراف، نحن منقول بيت سعيد، شو معنى بيت سعيد؟ يعني فيه زوج وزوجة أولاد برارة، صح؟ طيب لما نقول في حسد معناته في عنا حاسد ومحسود ومحسود عليه، صح؟ هذول ثلاثة. فإذا الكلام يقتضي وجود ثلاثة أمور: حاسد، عفوا، يقتضي وجود حسد وحاسد ومحسود ومحسود عليه. نحن نقول محسود يعني فلان حسد، لكن على شو محسود؟ على ماله، على جماله، على ذكاءه، على محبة الناس. إذن هناك أربعة أركان في قضية الحسد: حسد، حاسد، محسود، محسود عليه. ويقول العلماء عن الحسد هو البكتيريا الخطيرة، هو يعني بلغة العلوم الجرثومة الخطيرة، ثم الحاسد وهو المجرم والمنافق الكبير، ثم المحسود أو هذا المسكين المجني عليه، والمحسود عليه هو الذي حسد عليه، الشيء الذي حسد عليه. هذا الموضوع بده تفصيل، إن شاء الله نبدأ بالتفصيل. اليوم نحن نحكي عن الحسد كحسد. نقول إذا أردنا أن نقف عند تفاصيل هذه الكلمة، الكلمة هي خطيرة لأن فيها اتهام لله عز وجل بالعبث. الله عز وجل ما بيعطي بعبث، وكل شيء عنده بمقدار. شو كمالت الآية؟ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فكل شيء بتقدير العزيز العليم. تعرف الأول شو هو يا طارق؟
تغير القلب لما يراه عند غيره من الأفاضل. طيب، فالقلب يتغير ويكون فيه حسد وكراهية وحقد وعدم استراحة لأن غيره عنده فضائل، سواء كانت من الدنيا أو من الآخرة. فلان عنده مال، شو بدك فيه؟ الله يرزقه، اللهم بارك له في رزقه. فلان عنده عبادة دنيوية، عفوا دينية، طيب اللهم بارك له في همته وارزقني الهمة حتى أتنافس أنا وإياه في طاعة الله، ما في مشكلة. ثانيا، التعريف الثاني، اللهم صل على سيدنا رسول الله. الله الله، الحسد هو تألم القلب عندما يرى لغيره فضائل واجتهاد لا يقدر عليها صاحب الألم. يعني هو دائما عينه على غيره لعجزه. لذلك كان بعض مشايخ الشام الله يرحمه يقول: يا ابني ارحم حسادك، خفف الحمل عليهم، ارحمهم، خفف عليهم. اللهم صل على سيدنا رسول الله. الله الله الله. إذن شو التعريف الثاني؟ شو التعريف الثاني يا طارق؟ تألم القلب من الفضائل التي لا يقدر عليها. طيب، شو حكم الحسد؟ واحد سألك شو حكمه، حلال حرام سني مستحب واجب، شو حكم الحسد؟ الحسد حكمه أنه كبيرة من الكبائر. نحن بنفكر الكبائر، واحد أجلكم الله حفظكم الله وأنتم كرامي، اللي بيشرب الخمر، اللي يقتل الذي والله يحفظ الجميع يقع في فاحشة، هذا اسمه لا، في كبائر كثيرة، الغيبة كبيرة، وعم تغتاب إنسان كبيرة، الحسد كبيرة، الشتم كبيرة، الكذب كبائر. الناس لكن ما بتعرف الكبائر شو، شغلات اللي نحن نعرفها أنها من الكبائر، هاي بيقول لك خيادة من اللمن، لا. طيب، الحسد كبيرة من الكبائر، فهو حرام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وقال صلى الله عليه وسلم: اثنان لا يجتمعان، في اثنين هذول مستحيل يجتمعوا، في قلب مؤمن الحسد والإيمان. مؤمن المؤمن الكامل، أما المؤمن اللي عينه ضيقة هذا ما كان كامل الإيمان. مرة حكيت لكم عن امرأة عجوز تحكي عن واحد، قل عم تحكي عنه بيحسد إبليس على اللعنة. يا لطيف، يعني هذه امرأة فعلا تنطق بالحكمة، هي تريد أن تعبر أن هذا الإنسان الحسد صار سجية في نفسه حتى صار يحسد إبليس على اللعنة. فما بالكم باللي عنده طاعة وعنده همة، الله يعينه. ففي بعض الناس هكذا دائما عينه على الناس، هذا لا قيمة لصلاته. اللهم عافنا يا رب العالمين. وجاء في الحديث: إياكم وثلاثة، الكبر والحرص والحسد. وقد أخرج إبليس بما كان من مكانة عالية زاحم فيها الملائكة بسبب الحسد. وقال الله عز وجل، طبعا في تفصيل العلماء يقولون إن الأصل الأصيل للكفر هو الحسد. وقال تعالى: ود كثير، شوف الآية في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. هون في عنا وقف لطيف، أنه إذا وقفت ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم من بعد إيمانكم كفارا. طب ليه؟ حسدا من عند أنفسهم، ما في شيء. هنا بيعرفوا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي. أبو جهل لما جاء
سيدنا عبد الله بن مسعود وأراد أن يقتله، قال له طيب أنت يا أبا جهل ما بتعرف أنه ألا تعلم أن محمدا رسول الله؟ قال له بعلي، لكن السقاية والوفادة وخدمة البيت من عندهم والنبوة منهم، شوف الحسد. هو يعلم أنه رسول الله، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هو بيعرف لكن حسد، لا ليش؟ دائما عينه على الآخرين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا، قال تعالى لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسد هو أصل الكفر وأصل الرذائل كلها. سؤال، الحسد اكتساب يعني مكتسب، ولا واحد هيك بيولد وهبي بيطلع حسود؟ أحيانا في ولد تلاقي عندك أولاد بالبيت، تشتري أنت مثلا اشتريت لهذا الولد، خلينا نضرب مثال، اشتريت لابنك قميص أطفال والثاني قميص. طيب لا، في بعض الأولاد عنده أنه لا لازم تشتري له زيادة عن أخوه ولو بدرهم. ليه؟ لأنه بيعتبر حاله أنه لا أنا وياه ما بصير نكون مثل بعض، لازم يكون أنا متفوق عليه. راح اشتريت له شوكولاتة، اشتريت له أكل، لا لازم الشغلة المنيحة دائما تبعه. هون العلماء التربية وعلماء النفس فصلوا في تفصيل لا بأس به، قالوا أن السنوات من سنة أولى لأربع سنوات هي بيسموها التشكيل الخلقي للإنسان، مو سبعة أربعة. فأنت هون بهالمرحلة ابنك ممكن يكون عنده، هو ما هو طفل فكر أنه إذا رأى شيء مو له ما بيعرف إنه هاي اسمها سرقة، يأخذه بيعتبر إنه هذا إنه انتصر وخذ تعلمه إنه لا هي شيء مو إنه سرقة. طيب أخوك نشتري، لا بدي أنا قطعتين بدال قطعة لأنه أنا أحسن منه، هكذا يعتقد. فهون في تفصيل في مسألة الحسد، هل هو مكتسب يكتسبه الإنسان ببيئته بالوراثة بخباثة النفس، أم هو جبلة جبل الله الإنسان عليها؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. في شغلة هيك ابن قاعدة حطوها بحياتهم كلها، مستحيل وألف ألف مستحيل أن يجبل الله الإنسان على الخبث. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله أو لا تبديل لخلق الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالله عز وجل لا يمكن أن يجبل النفس البشرية على خبث أبدا، هناك خصائص الإنسان باختياره يكون أهلا لها، هناك خصائص حيادية أي أنها ممكن أن تعلو بالإنسان إلى الأعلى ويمكن أن تنزل به إلى الأسفل. لكن كيف يكون ذلك؟ الله جبلنا على أشياء معينة، مثلا أنت رأيت شيء معين عند غيرك تمنيت، وأنت مسير ولست مخير فيها، كل إنسان فيه هكذا. لكن عندما تجد ملايين من الناس قد حفظت القرآن، لأن هناك أناسا حفظوا القرآن فوجدوهم في قمة المجتمع وتمنوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه، هذا شيء حلو جميل، يعني ما في مشكلة. لما رأوا النساء المحجبات عليهم الأنوار والطاعة سبحان الله كذا، تتمنى المرأة أن تصل إلى هذا، تريد أن تقلد غيرها، فهذا جبلة طيبة. ويمكن أن يكون هناك خبائث ورذائل تتشوف، هي حيادية، هي خصائص حيادية، لكن أنت بتروح فيها باختيارك. في واحد روح قلبه الخطأ، في واحد الله هيك بيسمع القرآن يعشق الدين من طبيعته، عنده مثلا إذا رأى إنسان عنده همة بالعبادة أو بالإنفاق أو بالطاعة أو كذا، سبحان الله تجد عنده، هي صفات حيادية لكن الإنسان باختياره يكون فيها. الحرية هنا تكمن في تمني الخير أو تمني الشر. محبة المال، يقول سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه من قال لكم إنه لا يحب المال
فانقلوه إلى المجانين. كذب، ما في حدا ما يحب المال. هذا مو كلامي، هذا كلام الله عز وجل. قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. لكن الفرق أن المؤمن الحب للمال بيأخذ معنى آخر. الإنسان الذي ما استقبل مشكات النبوة ولا مشكات الإيمان عنده المال غاية مو وسيلة. إذا حكيت لكم مرة واحد يا لطيف انكسر صحن بالبيت، أقول تسونامي أكثر مشان صحن انكسر بالبيت. وفي واحد سبحان الله خسر ملايين، مئات الملايين في البورصة، زوجته خافت عليه إنه يصير معه جلطة كذا. أنا لا أحكي رجما بالغيب وإنما أتكلم من مسرح الواقع. إلا يا أم فلان، هذا المال أمانة، الله عز وجل قال الحمد لله أن أبقى لنا صحتنا وعافيتنا حتى نصلي الفجر حتى نعبده. شيء عجيب. اللهم يا رب ألهمنا الرشد برحمتك يا رب العالمين. لكن إذا حب المال وجعله في يده لا في قلبه، هذا يرتقي بالمال. فإذا استخدمه المال ينزل بالمال إلى أسفل السافلين. محبة النساء كذلك، وقس على ذلك من الأمثلة التي تتعلق بالمحبوبات. ما هي درجات الحسد؟ للحسد درجات. كل الناس بتحسد. في آبائنا وأمهاتنا كانوا يقولون شوف ما حدا بيحبك، ما حدا بيتمناك تكون أحسن منه إلا أمك وأبوك، صح؟ يعني لا، أنت بتحب أنك حتى أخوك تكون متميز عليه، بس ابنك هو الشخص الوحيد اللي بتتمنى أن يكون أحسن منك. طبعا في شواذ. هلا في بعض الآباء والأمهات بيحب نفسه بيقول لك فادي ولأولادي، أنا بحب حاله أكثر من أولاده. فيه، لكن هذا شاذ، والشاذ لا حكم له. الأصل أن الأب يفرح ويفخر بولده. إذا كان الأب من كبار علماء وابنه حافظ في القرآن، ما شاء الله، الله يرضى عليه، حافظ كل القرآن، والله الله يرضى عليه، ما شاء الله، يعني جامع القراءات العشر، والله فلان كذا، هكذا، لأنه يريد أن يكون ولده أفضل منه بكثير، تمام؟ يريد أن يكون ولده الحسد. إلا الأب والأم بيتمنى أنه يكون أفضل ابنه وبنته أفضل منه بكثير. فأول درجات الحسد، وهو المستوى الأول، هو أن تتمنى أن يزول ما عند غيرك ليتحول إليك. يعني هذا أقل درجات الحسد، أنه تروح النعمة من فلان تأتي إليك. وهذا الحاسد ربح شيء ولكنه حسد. هو ربح أنه راحت الصفقة من فلان لا إجت لعنده، هذا حسد، هذا أقل درجات الحسد. وهذا الحاسد ربح شيء لكنه حسد. المستوى الثاني أو الدرجة الثانية هو أن يتمنى زوال ما عند الغير حتى لو لم يذهب إليه. بكبة وما بعيرة، مو هيك بيقولوا؟ يعني بتخرب بس ما ياخذ فلان، يعني قمة الأذى. لك يا أخي أنت بدك يا لا بس ما تروح لعند فلان، حسد إنه فلان لا ينجح. طيب ليه بدك يا لا؟ طيب وما يضرك؟ بالشام شو عنده المثل أخي أمجد، الله يرحم والدك ويجعله مع الأنبياء، بيقولوا يا أبا ناصر نفع صاحبك شيء ما يضرك. أنا إذا نفعت صاحبي شيء لا يضرني، شو المشكلة؟ في واحد يكره الخير للناس. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: لا تعادوا نعم الله. قالوا: كيف نعادي نعم الله يا عبد الله؟ قال: أن تكره نعم الله على عباده، أنه ليش فلان راحت لعنده. فأول درجة من درجات الحسد أن تتمنى زوال النعمة من الغير إليك، ربحت لكنك حاسد. الدرجة الثانية أن يتمنى زوال النعمة من عند غيره لمجرد زوالها دون أن تصل ودون أن ترجع إليه، لكن حتى يشفي الحقد الذي في قلبه. الدرجة الثالثة، وهو أسوأ أنواع
ودرجات الحسد هو أن يا لطيف أن يسعى وليس بالتمني في إزالة ما عند أخيه عن طريق التحريض والتشهير والتزوير والطعن، ويحاول أن يلصق التهم وأن يرمي البهتان حتى يصل إلى ما يريد، وهذا أقبح أنواع الحسد والعياذ بالله. يعني مثال، اللهم صل على سيدنا رسول الله، أخوك اشترى سيارة أحسن من سيارته بسبب بسيط، وهي آية بالقرآن الكريم، نصيحة نصيحة اجعلوها في حياتكم هيك دائما عنوان حتى ترتاحوا وتروحوا أولادكم، خاصة يساكن مع أقربائه. قال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. في عندك شقيقان أخوان توأمان، هذا رزقه بالسنة مثلا 1,000,000 درهم مثال، وهذا رزقه بالسنة ما يصل ل100,000 درهم مثال. الاثنين أخوات والاثنين مسلمين وكلاهما، الله فضل هنا التفضيل للابتلاء وليس للجزاء. قال: هذا من فضل ربي لي ليبلوني أأشكر أم أكفر. سورة النمل، يعني هذا المال الله بيعطيه لفلان مو لأنه أحسن منا، استغفر الله، هذا ابتلاء. فتوزع هذه النعم في الدنيا توزيع ابتلاء لا توزيع جزاء. اللهم صل على سيدنا محمد. فإن رأيت أخاك في بحبوحة في سيارته أو في رزقه أو في زوجته أو في نجاح أولاده ففرحت، فاعلم أنك مؤمن. لكن إن وجدت غير ذلك في نفسك فاعلم أن هناك مشكلة كبيرة. قال تعالى، شوفوا الدليل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فإذا كنت تفرح بخسارة أخيك أو بضياع مال أخيك أو بذهاب منصبه أو بخراب بيته، فاعلم علم اليقين أنك بهذا انتقلت مباشرة من فسطاس المؤمنين والعياذ بالله إلى فسطاس المنافقين. مر سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كان يعطي درسا، فتجاسر عليه أحد الناس، طول لسانه يعني، وسبه أمام الناس، يقول مجاهد: رأيت ابن عباس يخطو على عرفات من بعد صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، والله ما تلعثم ولا تلكأ ولا كرر كلمة مرتين، ولو رآه النصارى واليهود وهو يخطب لأسلموا جميعا ودخلوا دين الإسلام. وعندما سبه رجل قال ابن عباس: أأنت تسبني؟ أنت عم تسبني؟ والله إن في لثلاث خصال هي خصال الإيمان. فقال: وما هي؟ قال: أما الأولى فوالله ما تعلمت آية من كتاب الله إلا لوددت أنه ما من إنسان على ظهر الأرض إلا وعلم في هذه الآية علما. هلأ شو عندنا أخي طارق؟ خاصة بمجال الآي تي وما آي تي، أخي أنا عندي البرنامج هذا صلي سر المصلحة لك يا أخي، هي قرص فلافل، شو عم تحط؟ لا ما عليه شيء، سر المصلحة هي فلافل. طيب نعرف السر؟ قالوا له عرفنا سر. لا ماشي احكي. لا لك يا أخي انكشفت. لا هي في شيء اسمه حب الخير للغير، في واحد عنده كراهية الخير للغير والعياذ بالله. قال: أتسبني وفي ثلاث خصال؟ الأولى: ما تعلمت آية من كتاب الله إلا ووددت أنه ما من إنسان على وجه الأرض إلا وله علم في هذه الآية مثل علمي. وأما الثانية فوالله إني لا أسمع بالحاكم يحكم في بلاد الإسلام بالعدل فأفرح ولعلي ولا أقاضي إليه أبدا. يعني عم يقول الله يرضى عنه، أنا إذا كان شغلة إلي والقاضي قضى بشيء فيه عدل وحق وما بفرح حتى لو كانت علي،
لكن بفرح إذا كان في العدل لكل الناس. في ناس إذا الشغلة مثل المرأة، شوفوا انتبهوا، المرأة لما بدها تزوج ابنها وزوجته طلبت من ابنها شيء معين، بتقول له هي مرتك تطلب كثير، طلبت طلب عادي يعني شغلة للبيت، فتؤلب ولدها على زوجه حسد. لكن اعكسوا الآية، لو بنت طلبي لا لازم تطلبي، طب ليش لما بيكون هي بنتك ما يعني ما يكون في عدل حسد؟ يعني ما بدي أنا أستحي أن أذكر بعض الأمثلة الاجتماعية، مثل بعض المشايخ، بعض المشايخ لما بيقف على المنبر بيحكي لنا أنه بدك تزوج بنتك لازم يكون المهر أكثرهن أقلهن أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، ما بعرف إيش. لما بده يزوج بنته بعد بحكيك باليورو وبالدولار. الشيخ لا أنت كنت عم يقول لك لكل، أنا مرة أنا لا أمزح ولا يعني، مرة أحد هؤلاء قالوا له أنت بتقول للناس كلام النبي، قال لهم لكل شيخ طريقته، تمام. ولما بده يزوج ابنه بده يدفع، عكس القصة تماما، فهذا حسد. اللهم صل على سيدنا رسول الله. الله الله. وأما الثالثة فوالله إني لا أسمع بالغيث ينزل في بلد من البلاد فأفرح به، وما لي في هذه البلد سائمة، يعني أنا بعرف أنه نزل المطر هون بس أنا والله ما عندي ولا شات تأكل فيها، لكن أفرح. يعني ما عنده حسد، ليس عنده في قلبه حسد على أحد، بل يحب الخير للناس جميعا. طيب، والحسد من أكبر صفات المنافقين. إذا اتصلت بأخوك قلت له مثلا عم تحكي معه، عم لك والله الحمد لله اشتريت الآيفون الجديد مثال، شو بدك في القصة؟ ليش اشتريت؟ رخيص أنا حبيت. مرة واحد والعياذ بالله بنته نجحت بالبكالوريا فراح اشترى لها لابتوب. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شو ساوى مشكلة مع أخوه؟ ليش اشترى لبنته المتفوقة لابتوب؟ حسن، شو بدها؟ لا ما بصير، وهذا تبذير، وهذا هو زعلان على، قال تعالى يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني عينه ضيقة حتى على غيره والعياذ بالله. طيب، فينقسم الناس في الحسد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل الظلم والظلمات، والقسم الثاني أهل العدل والإنصاف، والقسم الثالث أهل الجهل والإسفاف. أنا سأقف هنا حتى لا أطيل عليكم، وأفصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. اللهم يا حي ويا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أبعد عنا الحسد وأهله، وارزقنا الرضا، وقنعنا بما رزقتنا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا، وحتى نعلم أنه ما كان لنا لن يذهب إلى غيرنا، وما كان لغيرنا لن يصل إلينا. اللهم ارزقنا الرضا، اللهم ارزقنا الرضا، واملأ قلوبنا بالإيمان برحمتك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة عامة شاملة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منكم جميعا.